اسالك انا لا سؤال بقى. وقفشه طب هيلعب خليني اسالك سؤال، وامام هيلعب. اسالك انا سؤال، طاهر محمد طاهر كان رقمه كام في الفريق؟ كان السنة اللي فاتت كان السنة اللي فاتت كان أبعد رقم من ال خمسة أو 16، أربعة 16 16 17 السنة دي طاهر محمد طاهر رقم واحد، رقمه كام؟ رقم أنا بقول رقم واحد. لا والدليل على كده، استنى خلينا، اتفضل الدليل على كده عشان شوف ليا رد. بداية الموسم طاهر محمد طاهر كل تشكيلة في المباراة بتبدأ، مين اللي أجبر المدير الفني إن يخليه رقم واحد ويقول إن أنا لازم تصدقني تحطه في تشكيلة أساسية؟ قبل تصدقني المدرب، قبل المدرب، اللعيب وشخصيته، تدريبه، تركيزه، أداؤه في الملعب، أجبر المدير الفني إن يخلي النهارده طاهر محمد طاهر رقم واحد. ده رسالة لكل اللعيبة، رسالة اكيد لإمام عاشور، اكيد رسالة لرضا سليم، أنت النهارده بتبني، عايزك في اللي جاي تكمل وتبني على اللي أنت وصلت خليني له. بس اقول لك، اتفضل. انت مهم الراجل مدرب كبير قاعد من جنبي المدير الفني كمان. الكبار طبعا. يعني انا بوصلك لدي، انا المدرب بقدر اجيبك، صح. خلي بالك يعني أقرب اللعيبة. أبعدك ولا إيه؟ ما نرميش على اللاعب بس انه طاهر بقى كويس وطاهر. طب لا ما انا عاوز المدير اقول لك الفني حاجه، عليه دور طبعا. طب ما انا عايز اقول لك حاجه، رضا سليم جه عليه وقت كان افضل لعيب في النادي الاهلي وقعد. طب سيبك من رضا سليم، طاهر نفسه احيانا كان بيبقى كويس جدا وبيقعد. هي فكره وجهه نظر مستر كولر، انا موافقه لانه هو حر. انا دائما ما بحبش، احنا ناس مدربين، ما بحبش الومك على تشكيل قبل المباراه. عارف ليه؟ الومك ما بعد الفكره اللي انت بتعملها. انت نزلت فكره، انت اللي شايف اللعيبه عمده، هو صح ولا متعايش؟ انت اللي متعايش وانت اللي شايف. انا حاسبك امتى؟ لما تخلص أداؤه. المباراه، بعد أداؤه. اهدافك ايه، انت عملت ايه، فاشتغلت ازاي، فهننفذ ازاي. عشان كده حتى كمان انا اقول لك حاجه، قفشه لما نزل لعب في المباراه، امام هيبدا المباراه. احنا بنتكلم، الناس مش هتفهم، الفرق لا اللي لا صح، هتلعبنا مش مش هيفهموا هتفهم الكلام معانا، بتاعها، مش هيفهموا مش الكلام هياخدوا بتاعنا. التشكيل من دلوقتي ولكن اللي انا عايز اقوله لك، لا هم عارفين اصلا، صح. لان ده لوجيك في الكوره. انت بتيجي كمدير فني عندك لعيبه بتعتمد عليها فترات طويله، وفي تمام. لعيبه بتشتغل معاها ان هم بيعملوا لك ايه، ان هم بيسندوك، يلعبوا اشواط، ينجحوك، زي اسمه عمر كمال. صح. اكتر لعيب هيبقى مظلوم في الفرقه، عارف ليه؟ لانه جوكر. خلي بالك تلعب باك فرصته في وتلعب كذا وينج. مكان. طيب. ما هو جوكر، الجوكر دايما ينفع اهم لاعب في الفرقه، واكتر لاعب من وجهه نظره انه بيتعب لانه بيبقى الخيار التاني دايما. المدرب يحبه جنبه علشان يحل اكتر له من مشاكل الملعب. كتير قوي، وبيبقى اهم من افضل لعيب، ولكن في نفس الوقت ما بيبداش مباريات كتير. تمام. قبل ما اروح للكابتن عماد النحاس، برضو من ضمن مكاسب المباراه النهارده، الاهلي بيصل للمباراه 26 على التوالي بدون هزيمة، بدون لا هزيمه في دوري ابطال افريقيا. ده رقم قياسي، رقم قياسي يحسب لهذا الجيل، يحسب للجهاز الفني بقياده مارسيل كولر، انه يوصل للمباراه 26 في دوري ابطال افريقيا بدون هزيمه.